امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى ابد الابدين كلها امين. كل سنه وانتم طيبين. رتبت النهارده الكنيسه، رتبت الكنيسه النهارده الاحد السابع من الصوم الكبير، احد ما قبل القيامه. تسميه الكنيسه احد الزعف او احد الشعانين، اللي هو عيد دخول السيد الرب الى الهيكل. النهارده اخر مره المسيح يدخل فيها الهيكل. وفي العبريه كان هناك دورات احتفاليه زي الزفه اللي احنا النهارده بنعملها. الدوره دي كان الشعب في العهد القديم يقول فيها الهتاف، هتاف يقولوا فيها هوشعنا يا ابن داود وصنف الاعالي. وكلمة هوشيعة يعني معناها خلصنا، أعنا، انقذنا. وكلمة نا يعني الآن وبشدة، خلصنا، انقذنا، أعنا الآن وبشدة يا ابن داود. النهاردة السيد الرب دخل إلى الهيكل كملك، لكن الملك بتاعنا المسيح ملك من نوع آخر. لازم نخلي بالنا من الحكاية دي. الملك بتاعنا نمرة واحد ملك فقير، فقير لأن لما جه يتولد استعار المكان اللي هيتولد فيه، فولد فيه مزود. فقير لما جه النهاردة يركب، ركب على جحش وآتان، وكان الجحش والآتان مستأجرين أو مستعارين. حتى لما جه يموت استعار القبر اللي هيدفن فيه. فهو نمرة واحد ملك فقير، اتنين ملك من نوع غريب. طب المسيح بتاعنا ملك على ايه؟ الجغرافيا بتاعته، المسيح ملكنا ملك السماء والأرض، الجغرافيا بتاعته. طب المدة بتاعت الملكوت بتاعته هتبقى قد ايه؟ هيعملوا انتخابات؟ هو قاعد قد ايه بالظبط؟ قالوا الملك بتاعه ابدي وازلي فوق الزمان. فالجغرافيا بتاعت المسيح ملك السماء والارض. والتاريخ ان المسيح راح يملك ليس لملكه بداية، ملكوته لا ينتهي، ملكوته لا ينقرض، الملكوت بتاعه ملوش حدود. الملك بتاع المسيح هو ملك من نوع خاص، لأن هو ملك. الملك باكي النهاردة، المسيح بكى وامبارح المسيح بكى. النهاردة هو ملك باكي، هو ملك متسامح. أي ملك اللي يجيب سيرته يقطع رقبته، اللي يشتمه يرميه في السجن. لكن المسيح بتاعنا الناس اللي شتموه باركهم، والناس اللي لعنوه أحسن إنيهم، والناس اللي قالوا أسلوبه أسلوبه أكلهم وشربهم وأطعمهم وإدهم النظر وشفاهم من الشلل ومن العمى ومن المرض. فهو ملك من نوع مختلف، ملك باكي، ملك متواضع، ملك المجد، لأن الملك بتاعه لا نهاية له ولا ينقرض. النهاردة لما دخل المسيح قالوا له هوشعنا، هتاف. والدورات اللي كانت بتتقال في الأعياد اليهودية، الدورات بتاعت المظال، لأنه النهاردة داخل المسيح عشان يملك على قلوبنا. جه النهاردة المسيح عشان يبقى ملك على قلبي. أورشليم دي هي قلبي. دخل السيد الرب إلى هيكله. طبعا الكتبة والفريسيين كانوا عايزين يقضوا عليه. مؤامرات، خيانات، كذب، تسليط. قالوا هوذا العالم كله قد صار وراءه. عشان كده امبارح الكنيسة تعمل التذكار بتاع سبت العازر، حاجة عجيبة جدا. الكنيسة بتاعتنا غنية،
عملت أول يوم في البسخة في قيامة، عشان نبدأ سبت العازر يبقى سبت العازر ظل لسبت القيامة. وأن المسيح الذي أقام العازر بسلطان لاهوته أقام نفسه في آخر الأسبوع. الأسبوع ده مش مندبة، الأسبوع ده مش ملطمة، الأسبوع ده مش حزن، لأن آلام الرب خلاصية، وآلام الرب منجية، وآلام الرب شافية. هو الطبيب الشافي. النهاردة المسيح الكنيسة تاخدنا في حد الزعف، تنقلنا كلنا دلوقتي كده هوت. احنا فين دلوقتي؟ احنا في أورشليم، بنقول نفس الهتاف ونقول نفس الألحان، ونلف حوالين الكنيسة 7 دورات عشان مملكة الشر تنهزم. مملكة الشر اللي جوايا هو النهاردة جاي يملك على قلبي. المسيح الملك بتاعك متواضع، انت متواضع ولا مش متواضع؟ المسيح بتاعك ملك باكي، انت باكي ولا مش باكي؟ المسيح بتاعك ملك عادل، انت عادل ولا مش عادل؟ المسيح بتاعك ملك متسامح، انت متسامح ولا متآمر؟ الأطفال والرضعان هيأت سبحا. النهاردة ربنا عايزنا نسبح ونصلي، نصلي له هو، مش نصلي للناس. ساعات كتيرة قوي احنا فاكرين ان احنا بنقول عشان الناس. احنا مش في سكتش، مش في تمثيلية، مش في مسرحية. احنا جايين نتكلم مع المسيح. احنا لما بنيجي الكنيسة السماء بتنزل على الارض او الارض بتترفع للسماء. ربنا جاي يعلينا ويرقينا ويهذبنا، نرفع قلبنا له ونتكلم معاه. هو ملكنا، نقول له مبارك الآتي باسم الرب، قدوس هيكلك بالبر وعجيب، تعال املك يا ملكنا. المسيح عايز يملك على أورشليم القلبية، عايز يملك على قلبك وعلى قلبي. عايزني أنا أزين قلبي بالخوص وبالورد. النهاردة الكنيسة تعمل إيه؟ تاخد الكون كله وتحطه قدام ربنا، تجيب الخوص والورد والرياحين في كل العالم من كل الطوائف، وتقول مبارك الآتي باسم الرب، أصنف الأعالي، يا رب خلصنا، يا رب انقذنا، يا رب أعنا، يا رب سهل طرقنا، مبارك الآتي باسم الرب. قالوا النهاردة ارتجت المدينة. الملك بتاعنا كان النهاردة المسيح ممكن يروح بطيارة مثلا، يروح بعربية شيك وقدام منه حرس وموتسيكلات ومش لا لا، هو ملك من نوع تاني. عشان كده العبادة بتاعتنا لازم نتخلص فيها من الرياء، لازم نتخلص فيها من المظهرية، لازم نتخلص فيها من الشكلية، لازم نتخلص فيها من الروتين، لازم نتخلص فيها من الاحتكارية. هي عبادة ليست خاصة بأحد بعينه، هي عبادة الشعب جميعه. ما قالش في أحد الشعانين وكان يقول الشمامسة، وكان يقول الكهنة، وكان يقول فلان، وكان يقول علان. الجميعهم كانوا معا يقولوا مبارك الآتي باسم الرب. المسيح ملكك أنت وملكك أنت وملكنا كلنا، نقول له مبارك الآتي باسم الرب. عشان كده بنقول له في الصلاة الربانية ليأتي ملكوتك يا رب، وروحك القدوس يملك قلبي. أنا الغلبان، أنا المسكين، أنا الضعيف، أنا الخاطي، أنا البعيد، أنا الوحش، أنا المقصر، أنا جاي عشان خاطر أنت جاي تملك على قلبي وتخليني أنا مملكة ليك. ساعدني عشان أبقى متواضع لأن أنت ملك متواضع. ساعدني عشان ما بقاش متكبر ومتغطرس، لأن أنت الملكوت بتاعك ملكوت المساكين بالروح. الطوبى للمساكين بالروح. المسيح مدح الست الغلبانة الفقيرة اللي ما كانتش لقيت كسرة خبز، كل اللي عندها كانوا فلسين حطتهم، أعطت أعظم من كل هؤلاء.
المسيح يهمه القلب، يهمه النية. أنا النهاردة جاي أقدم خدمة أدهان، خدمة أطياب، خدمة فلسين. الخدمة الضعيفة القليلة بتاعتي ربنا بيقويها ويدعمها وبيقبلها. هو ملك باكي. النهاردة المسيح عمل ثلاث حاجات. واحد، دخل إلى أورشليم كملك، لكن ملك الإكليل بتاعه مش تاج، إكليل شوك، والعرش بتاعه مش كرسي ذهب، لكنه الصليب، كرسيك يا الله. الحكومة بتاعته مش رئيس وزارة وجيش، لكن الحكومة بتاعته السمائيين والرسل والقديسين. لما جه المسيح يدخل أورشليم، بعت التلاميذ قال لهم اذهبا وجيبوا لي آتان وجحش. راحوا طلبوا الجحش والآتان من الناس، الناس ما يعرفوش المسيح ولا شافوه، دي في حد ذاتها معجزة. قالوا لهم الرب محتاج إليهما. خلاص أمر ربنا ينفذ، سابوا الحمار والآتان. لكن في حاجة، الحمار والآتان دول طلعوا شطار قوي. تعرفوا ليه؟ لأن لما الناس سقفوا وفرشوا كان ممكن الحمار يفكر الناس بتسقف له هو. ما ساعات إحنا كده، ساعات الواحد لما يقول كلمة حلوة ولا يرتل ترتيلة حلوة يفكر الناس بيسقفوا له. لا، التسقيف ده للمسيح، والهتاف ده للمسيح، والملك هو المسيح، والمسيح هو المعبود، هو المكروز بيه، هو اللي جاي النهاردة عشان يملك. احنا خدامين، احنا مجرد آلات. فالنهاردة المسيح اول حاجة جه عشان خاطر يملك على قلبي. المسيح اليوم دخل الى هيكله كملك، ملك ونبي وكاهن، ملك ونبي وكاهن وكرئيس كهنة. جاء النهاردة مش عشان يملك منظره، لكن جاء النهاردة عشان يدي ذاته ويقول أنا جاي أبذل نفسي فدية عن كثيرين. أحبنا فضلا، أحبنا أولا، أحبنا ونحن بعد خطاة. بيحبني أنا وأنا خاطي، بيحبني أنا بوحشتي، بيحبني أنا وأنا بعيد، لأن هو ملك القديسين، هو رب المجد، هو ملك الخطاة والعشارين والزناة والشواذ والبعيدين والفجار، أصله جاي يغيرهم. فالنهاردة واحد، المسيح دخل إلى الهيكل. نمرة اتنين، النهاردة المسيح عمل إيه؟ عمل حاجة في منتهى الخطورة، دخل إلى الهيكل وطهر الهيكل من الباعة والصيارفة، وقال شعار مهم: بيتي بيت صلاة يدعى، وأنتم جعلتموه. فالمسيح أي حاجة في الكنيسة ما فيهاش نظام، ما فيهاش ترتيب، ما فيهاش أدب روحي، ما فيهاش لياقة، ما فيهاش خشوع، ما فيهاش خلاص، تبقى حاجة مش تبع الكنيسة. الكنيسة يرفض ان الكنيسة تبقى مكان بيع وشراء. المسيح يرفض ان الكنيسة تبقى مكان للتجارة، التجارة من اي نوع، سواء المادية او الادبية او المعنوية. كل من يريد يأتي الى الكنيسة يأتي من اجل السجود والعبادة، يأتي من أجل خلاص نفسه، يجلي من أجل الاتحاد والالتصاق بشخص المسيح. يقول له تكلم يا رب إن عبدك سامع. أنا جاي الكنيسة عشان أسمع المسيح، لأن اللي بيكلمك من على المنجلية هو المسيح، والكلام اللي بيتقال في الكنيسة هو كلام المسيح، والمسيح هو اللي بناخده على المسبح، هو صاحب المكان ده. المسيح هو وحده صاحب هذا المكان، وهو وحده ملك هذا المكان، وهو وحده المتصرف في كل كبيرة وصغيرة في هذا المكان. دي حاجته. عشان كده النهاردة طهر المكان، طهر المكان. وهو لم يطهر المكان مرة، هو يطهر كنيسته على مدى الأجيال من الباعة ومن المرتزقة ومن الصيارفة ومن الناس اللي بتدور على النجومية والذات والكبرياء والاعتداد. كان المسيح رافض اسلوب رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين،
لأنهم كانوا يعبدون أنفسهم ولأنهم كانوا يطلبون ما لأنفسهم. عشان كده لما يروحوا يقفوا قدامه قال لهم أنتوا خدمتوني بس أخدتوا كرامة وأخدتوا فلوس وأخدتوا نجومية وأخدتوا شهرة وأخدتوا وجع قلب والناس عبدوكوا أنتوا وسابوني أنا ينبوع الماء الحي بيت بيت الصلاة يدعى. أنتم أخدتوه أنتم سرقتوه. عشان كده أحد التعابير الآبائية عند الشراح يقولوا هناك سراق اللاهوت. يعني إن المديحة دي اللي أنا بقولها دي مش من تأليفي، دي بتاعت المسيح. الإنجيل اللي أنا قريته ده اللي كتبه يوحنا الحبيب ولوقا ومتى، ده مش أنا، ده مش كلامي، التسابيح دي مش كلامنا، ده وضعوا الآباء الأولين. واحد دخل إلى الهيكل كملك، اتنين طهر الهيكل من كل عبادة شكلية مزيفة رديئة مغشوشة، لأنه يريد أن يقيم هيكلا جديدا. ثلاثة، عمل النهاردة المسيح، بكى يسوع على أورشليم. الدفتر بتاع أورشليم ده كان معبي، دفتر الأحوال بتاع أورشليم ده كان معبي اسم وفجور. وبالمناسبة أورشليم لها مكانة كبيرة في الجغرافيا المسيحية، أورشليم مدينة الملك، مدينة إلهنا. فالنهاردة المسيح فكركم المسيح ما كانش فرحان، الزعف والورد والقمصان وارتجت المدينة والجموع، لم يغتر المسيح. فراح في الآخر خالص وقعد على أورشليم كده ونظر إلى أورشليم. وبالمناسبة لو تاخدوا بالكم النهاردة في الإنجيل إن بيتقال ناحية جبل الزيتون. جبل الزيتون ده مكان مرتفع في القدس، لما تروحوا تقدسوا كده ربنا يديكم مكان اللي هو المكان اللي المسيح صعد فيه من على جبل الزيتون، في كنيسة الصعود دلوقتي. فالمسيح راح قاعد في المنطقة ديت ونظر إلى أورشليم من فوق أعلى الجبل وقال القول المشهور بتاعه: أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع دجاجك تحت جناحي وأنت لم تريدي. أنتوا عارفين الفرخة بتعمل إيه؟ الفرخة بتاخد ابنها وتاخد البيض بتاعها وتاخد الكتاكيت وتحط جناحها عليهم كده تضلل عليهم، تعرفوا لغاية إيه؟ لغاية ما إيه؟ الريش بتاعها يتنحل، الريش بتاعها يتنحل، تأخذ من قوتها وتعطي فراخة، تأخذ من طعامها وتعطي فراخة، تأخذ من قوتها وأعصابها لتعطي فراخة. هكذا المسيح سيدنا سكب نفسه، سكب نفسه فداء عنا ومن أجلنا. وبنبدأ أسبوع الفصح أو أسبوع الآلام الفصحية اللي بيسميه الآباء أسبوع السر. هذا الأسبوع أسبوع بسخة، أسبوع عبور من وإلى، من الضعف للقوة، من الفساد للمجد، من الخطية إلى الحرية، إلى حرية مجد أولاد الله. المسيح الذي ارتدى جسداً، ارتدى جسدا وظهر في الجسد كإنسان، وضع في الهيئة كإنسان وأطاح حتى الموت، موت الصليب. النهاردة في الأحد السابع من الصوم الكبير، أحد ما قبل القيامة، يأتي مسيحنا يدخل إلى الهيكل ونقول له أوشعنا، هوشعنا، خلصنا وانقذنا وأعنا. يدخل إلى الهيكل ليملك على خشبة الصليب، كرسيه هو صليب العار وتاجه إكليل الشوك، وحكومته هي السمائيين والملائكة والإديسين وكل النفوس الأمينة. فقير حتى ما عندوش قبر، حتى ما عندهوش مواصلة، حتى ما عندوش طعام، قال أنا جاي عشان أدي الملك بتاعي ده للغلابة وللمساكين، طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. اللي عايز المسيح النهاردة يدخل قلبه، اللي عايز المسيح النهاردة يملك على حياته، يقول له يا رب اديني حياة المسكنة وابعد عني العند
وابعد عني الكبرياء، وابعد عني الأنانية، وابعد عني الشر. المسيح النهاردة اللي غفر للشاتمين وللمتآمرين، قل له يا رب أنا عايزك تيجي تملك على قلبي وتنظفه من الغضب ومن الغيرة الوحشة ومن الخطية. إن الأسبوع ده يبقى ربيع السنة الروحية، يبقى ربيع الربيع عشان أعيد بالقيامة. النهاردة المسيح بكى على أورشليم. مين هو أورشليم؟ اللي هو أنا. قال كلمة صعبة جدا، قال لها آه لو تعرفين زمان افتقادك. يا ترى أنا عارف زمان افتقادي؟ يا ترى النهاردة أنا موجود كده؟ في ناس لما بيروحوا يصلوا في الكنيسة يحصل انفجار، لما يروحوا يصلوا في الكنيسة يتحولوا من عابدين إلى شهداء. يا ترى أنتم مستعدين تبقوا شهداء؟ يا ترى احنا مستعدين ان احنا لما ربنا يقول لي انا عايزك هقول له ها انا زي يا رب، انا تحت امرك يا رب. عبادة بالدم، عبادة بالصراخ، عبادة بالالحاح، عبادة بالسجود، عبادة بالهدوء. الهنا اله نظام. عشان كده النهاردة فيما هو يبكي ايضا بكى على اورشليم وقال لها انت مش عارفة زمان افتقادك. وايضا كان المسيح، ما كانش المسيح على فكرة فرحان وهو بيطرد الكتبة والباعة، كانش فرحان المسيح، اصله بطبيعته طيب، بطبيعته هادي، بطبيعته لا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته، الا انه رفض ان يكون بيته غير ان يكون لمقصده بيت صلاة وعبادة، رفض أن يسكن في بيته اللصوص. النهاردة المسيح بيدعي كل واحد فينا يقول له أنا جيت عشان أملك على قلبك وعلى حياتك بخشبة الصليب. يدينا ربنا استعداد نخلي قلبنا متزين بالخوص الروحي وبورد الفضائل، ونقول له تعالى أملك على قلوبنا وحواسنا، لك المجد والكرامة من الآن وإلى أبد الأبدين كلها.